نبدأ بقى في الجزء بتاع الأفتر. مبدئيا احنا هنستخدم شوية بلوجنز خارجية، يعني كل بلوجنز ان شاء الله هتلاقوها مرفوعة على الوان درايف، مايكروسوفت وان درايف. طبعا بلوجنز تصطيبها كلها يكاد يكون واحد سيت اب، تاخد السيريال كوبي بيست او تاخد البلوجن تحطه، تاخده كوبي تحطه بيست في فولدر البلوجنز، وكل بلوجن موجود معاه الملف الريدمي بتاعه. مجرد ما تفتح ملف ريدمي امشي وراه هيتسطب تمام وزي الفل، مفيش ولا بلوجن فيه مشكله. وقف قدامك سيت اب بتاع بلوجن، خش على يوتيوب اكتب واتيفر، وليكن مثلا اوبتيكال فلير مثلا ده بتاع فيديو كوبايلوت، اكتب في يوتيوب افتر افكتس مثلا فيديو بتاع ده اوبتيكال فليرز انستوليشن مثلا، هتلاقي 5000 فيديو. ده بالنسبة لموضوع السيت اب، وما افتكرش ان هيبقى فيه اي مشكلة. الاصدارات اللي انا هرفعها هي مشيت عندي على 2014 ومشيت على 2017، والله اللي شغال 2014 تمام، 2015 مش عارف بس افتكر هتمشي يعني، و 2017 هما ماشيين عندي على كل. المهم اهم بلوجن عايز اتكلم عليه اصلا البلوجن اللي هيتيح لك انك انت تعمل امبورت للملف اللي احنا صدرناه من سينما 4 دي عشان يجيب لنا الداتا جوه افتر افكت. لو نفتكر احنا كنا عملنا تشيك بوكس على ان احنا نصدر او نطلع الكومبوزيتنج بروجكت فايل من سينما 4 دي افتر افكت. الفايل ده متخزن فيه كل الداتا بتاعت الكاميرا، ومتخزن فيه اللايتس، ومتخزن فيه الاكسترنال كومبوزيتنج اللي هي النال اوبجكتس، وكل الكلام ده مرمي محطوط في الفايل ده. الفايل ده عشان افتر افكت يقراه باي ديفولت ما بيقراش الامتداد. الامتداد ده اسمه AEC او افتر افكت كومبوزيشن، هو سينما 4 دي بيطلعه بالامتداد ده. فافتر ما يعرفش الامتداد ده، فعشان نعرف افتر افكتس الامتداد ده هنروح للموقع بتاع ماكسوم. ادي الموقع، خلي بالك ان موقع ماكسوم .net مش .com، .com هيدخلك على موقع شركة مقاولات تمام. فهنروح من هنا على support، ومن support على downloads. عموما انا كده كده رفعت لكم اصلا البلاجن، بس هو البلاجن اللي انا رفعته ده اصدار 16، لكن هو اشتغل على 18 والدنيا زي الفل. هنا دي كل دي ابديتس للسينما، بس انت هتنزل تحت لغايه ما تلاقي بلاجنز فور افتر افكتس، هي دي كليك عليها كده. ادي افتر افكتس سينما 4 دي ار 17 كونكشن، 17 هيمشي و16 هيمشي، ما دون ذلك لا. تمام، يعني اللي انا رفعته لكم بتاع 16 وهيشتغل، 17 برضو هيشتغل زي الفل. اعمل داونلود لو، هينزل لك فايل مضغوط، هتعمل له هتفك الضغط بتاعه طبعا، وهتخش على هتاخد طبعا الفايلين. افتكر افتكر ان انا كنت فكيته اهو ده. طبعا لما تفكه هينزل لك فولدرين، سينما 4 دي فورمات وامبورتر. هتخش تاخد ده تطلعه بره، وتخش برضو على وين سي سي طبعا، وتاخد ده كمان بره، طلعهم على الديسكتوب. خدهم بقى بعد كده كوبي ووديهم لأدوبي 2017 سبورت فايلز، وهتاخد فولدر بلوجنز اهو، هما دول امبورتر وفورمات، الاثنين يتحطوا في فولدر البلوجنز وبس. وبعد كده تقفل افتر وتفتحه مره تانية، ده لو انت كنت فاتح الافتر. افتكر كده ما عندناش او مش عايزين اخر، مش عايزين الاخ ده تمام. بعد ما تفتحه دبل كليك بقى، هتخش على طبعا احنا
حاطين المين باسز والمالتي باسز. دبل كليك ايه هو ده. من لو انت مش حاطط البلوجن ده مش اصلا مش هتلاقي افتر مديلك الفايل ده. مجرد ما تقول له امبورت هو سحب. لو فتحنا كده هنلاقي ادي كومبوزيشن. كومبوزيشن اللي جواها الامبيانت باس والديفيوز والرفليكشن والرفراكشن والشادو والسبيكتر. دول اللي احنا خدناهم. طيب بعد كده السبيشال باس ده الباس الرئيسي بتاعي. لو دبل كليك كده اهو ده الباس الرئيسي وده اللي هو الحرق بتاع اللي هو الازرق اللي هو في الجنب. طبعا ما فيش الفا نخلي بالنا. اوبجكت رقم واحد لو نفتكر كان البلوك كله بتاع تكست رقم. دي بقى تعالوا نسمي هنا عشان ما ندورش. دي هنضغط انتر وهنسميها لوما تكتشر. اما دي انتر وهنسميها تكست بلوك اندرسكور باس رقم 10. دي افتكر كانت حاجه من اللي جوه. اه ايوه بالظبط كده. دي هتبقى ريد ستروك اندرسكور باس. دي اسحبها طلعها بره خالص كده عشان دي المين باس اصلا. رقم 11 افتكر هي رقم 11 دي افتكر دي ال الابر تكست. هن اللي هي الابر تكست باس رقم 12 اللور تكست اندرسكور باس. اوبجكت رقم 8 ذا جراوند هنسميها ground pass. رقم 9 ده الشريط الازرق الرفيع ده اللي هنسميه البلو ستروك pass. كده احنا سمينا الباصص بتاعتنا تمام وجاهزين احنا نشتغل. دي المين باس. المين باس ده له اسم بنسميه البيوتي باس. خلي بالنا في مشكلة عندنا هنا هتقابلنا ده اهي. بصوا كده دي هتعمل لنا مشكلة معنا ده الا ربنا وهنشوف هنحلها ازاي. وبصراحة هو انا ما خدتش بالي منها وانا بعمل انيميشن الكاميرا لان دايما لما بلاقي حاجه زي كده بهرب منها جوه ستريلي وبتعمد ان الكاميرا ما تجيبش الحته دي الا لو كان لازم. فللاسف بقى بيبقى مفيش مفر. طب الاول ايه اللي المفروض يتعمل؟ خطوات او ترتيب خطوات مشروع زي ده بتختلف من ديزاينر للتاني. انا ليا طريقتي غيري له طريقته تمام. ومش معنى ان في حد مخالف حد او ما بيشتغلش زي حد ان في حد غلط وفي حد صح تمام. هي اختلاف وجهة نظر اختلاف طرق وفي الاخر النتيجة بتطلع. انا مبدئيا واحد من الناس عذرا من قولت انا واحد من الناس بجمع كل اوبجكت لوحده الاول وبعدين اجمعهم جوه كومبوزيشن رئيسية وبعدين اشتغل. يعني على سبيل المثال دي كده الرئيسية بتاعتي ودي السبيشال باص. مش هعوز دول دلوقتي لكن هفتح دول مهمين قوي بقى وهقول لكم دلوقتي مهمين فين. الاول انا هجمع دول كلهم كده مع بعض في كومب. بس عشان اجمعهم في كومب لازم اخد الديفيوز باص ده في كومب لوحده تمام. طبعا لو جينا نبص
هو ده color فقط، color لا غير، تمام؟ فهطلع دي برضو بره خالص، ودي هنسميها الباصص، تمام؟ ببدأ بالديفيوز وبحط فوقها الريفليكشن، وبعدين الريفليكشن على فكرة بليند مود بأد، وبعدين الريفراكشن اللي هو الإزاز بالبليند مود برضو أد، وبعدين الامبيانت وبرضو البليند مود أد. طبعا المفروض كنا نطلع اللايتنج باص، بس انا كده كده مش محتاجه فمش هيلزمني دلوقتي. وبعدين السبيكلر ده برضو أد، وبعدين الشادو، الشادو فوق دول كلهم مالتي بلاي، وممكن احط الشادو قبل السبيكر عشان ما يقبلش عليه، مش عارف، انا هشوف ان الترتيب اللي احسن بصراحة. انا افتكر ان هو ده الاحسن، لان كده انا مش مداري على اي حاجة. الشادو بقى الجميل، لو انا حبيت اخف الشادو شوية، تمام، فهعرف اتحكم فيه. دي كده الباصز بتاعتي او الباصز اللي انا عايزه. لما هفصل كل اوبجكت هفصله بالباصز، تمام، بحيث حبيت اضيف جلو على اوبجكت معين، مش عارف ايه الكلام ده كله، تمام، اضيف عليه الجلو زي ما انا عايز، ويبقى رايح على الاوبجكت ده فقط لا غير. يعني عايز احط جلو مثلا على، طبعا انا مش فاصل الاكس دي اللي فوق دي لوحدها في فصل لوحده، انا فاصل البلوك كله، تمام، هحطه على اللي انا عايزه. طيب كده خلصنا من الباسز. تعالوا بقى نفصل كل اوبجكت لوحده. هفتح السبيشال واخد الاول، هناخدهم بالترتيب البلو سكروب، بس تعالوا نخلينا منظمين شوية. هاجي هنا وهسمي دي البري كومبس، بري كومبس هحط فيها الباصص بس. في واحدة هنا دي هقول لكم ظروفها ايه بعدين، دي هطلعها هنا كده، ودي هسميها اسم غريب شوية، داتا كومب، وهقول لكم انا سميتها ليه كده بس لما نجي. دول خلصنا منهم، ونيجي لدول. ده البلو ستروك باص، هفتح بلو ستروك باص واحطها هنا، وبتنزل بالاسم اللي جت منه او اللي جت بيه من سنة. فانا هعيد الاسم تاني وهسميها بلو ستروك، بلو ستروك بس، تمام. ده البلو ستروك، طبعا دي المات او ده الاوبجكت بافر بتاعه. طب انا عايز اخلي الاوبجكت بافر ده، لو خدنا بالنا كده هو ما فيهوش الف، عايز اخلي الاوبجكت بافر ده ياخد بس البلو ستروك، مش ده البيوتي باص، ودي الباصص راحت فين، ودي الباصص، هناخد الباصص هنا وناخد البيوتي باص ده كمان هنا، تمام. هشيل بس دي بقى. لو انت مسكت ده، طبعا دي فوق ده، فيما معناه ان دي مات لده. لو انا جيت على ده وقلت له لوما مات، بص خد بس الاوبجكت الازرق فقط، يبقى انا كده عزلت الاوبجكت الازرق ده لوحده، تمام، عن طريق ان انا مطلع لكل اوبجكت عندي في 3D مطلع له بفر، مطلع له مات، بحيث ان انا اقدر اعزله لوحده. باخد الباص الاصلي واخد المات بتاعته واعزله، تمام، بس انا قلت انا عايز اعزل كل اوبجكت بالباصز بتاعته، تمام، بالباصز بتاعته اهي. خد المات دي كمان كنترول دي، وخدها فوق الباصز، شغل بقى الباصز وقول له برضه لومه مات تاني، تمام. وممكن تخلي البلنت مود بتاع اللي فوق دي تخليها
سيرفيس كريم. يبقى كده ده البلوس تروك معزول بالباصص بتاعته بكل حاجه. يوم ما احب اعمل عليه حاجه لوحده، عايز اغير لونه، عايز احط له جلو، عايز اعمل فيه اي حاجه، هعرف اشتغل عليه. تمام، ده كده البلوس تروك. البلوس تروك ده هنعمل كومب، ودي هنسميها Elements Comp. في Elements Comp هنفتح Special Passes وناخد ده نحطه هنا. تمام، اللي هخلصه هقوم مديله Green إشارة خضراء إن هو خلاص خلص. ناخد الجراوند باص، نفس الفكرة، تاخد الكومب الجديدة ودي هنسميها جراوند بس. تمام، وهاخدها للإليمنت كومبس. نيجي في الجراوند ناخد لها البيوتي باص اهو، وناخد تاني الكومب بتاع الباصز. جميل، وندبلكيت المات وناخد دي فوقها. دايما انا قلت ان المات تبقى فوق اللي انت عايز، يعني ده مستخبي ورا دي ودي مستخبيه ورا دي. هاخد ده كده واقوم قايله برده لومينات اهو. فصلنا الارض لوحدها. نفس القصه في الباصز، هتيجي هنا وتقول له لومينات كده. بص، الارض مفصوله لوحدها، اقدر اعمل عليها كلر كوركشن زي ما انا عايش حياتي كده زي ما انا عايز. تمام كده الجراوند خلصت. نيجي في دي ونقوم مدينها جرين كلر. بعد كده اللور تكست باص، هعمل كنترول سي لان انا هرجع اسمي الكومب تاني، وهاخد دي واحطها هنا. انتر، كنترول في وشيل كلمه باص. هناخد دي نحطها جوه اليمنتس كوم، ونفس السكه هناخد دي تحتها وناخد الباصز وندبلكيت دي وناخدها فوق الباص. نخلي الباص لومات، ونخلي البيوتي باص برضو لومات. وبالشكل ده هنبقى جبنا بس تكست اللي تحت. تمام، ناخد اخضر، ناخد اخضر، خدنا اخضر. تمام، نيجي بعد كده ليه اللوما تكس. اللومتكس دي مش هعمل فيها حاجة، هسيبها زي ما هي كده. تمام، لا هعملها، ناخد دي كنترول في وناخد دي نحطها فوق. بعد كده البيوتي باص، بعد كده الباصز. دي مش محتاجة باص على فكرة، ملهاش لازمة يعني، اصل هي كده كده الاليمنت ده كده لوحده. كمان الريد ستروك، كنترول سي الريد ستروك، هناخد ده هنا انتر، كنترول في وناخد دي هنا اهو. وبعدين ناخد كالعاده الخطوات متكرره. انا ممكن اوقف المحاضره واعملها كلها، بس انا حابب ان انا اعيدها مره واثنين وثلاثه وعشره. كده احنا عزلنا الريد ستروك. اللوما تكس نسينا نديها اخضر، الريد ستروك نديله كمان اخضر. كده يبقى احنا، انا بعلم بس اللي انا خلاص. نيجي بعد كده ل التكست بلوك، هاخدها هنا كده انتر كنترول في. دي بقى التكست كلها ككل. ناخد البيوتي باص تحت وناخد باص وندبلكيت المات ونحطها هنا كالعادة لوما مات. وهنا لوما مات، لو خدتوا بالكم بلوك التكست فقط بالباصز اهو، ده بقى اهم واحد يتعزل بالباصز بتاعته. تمام، ده اهم واحد يتعزل بالباصز بتاعته.
الباص ده البتاع ده. هاجي هنا واخلي دي برضو سكرين، نسيت اعملهم اصلا في كله سكرين. ده ملوش لازم لا ملوش لازم اصلا. وده برضو سكرين، ده سكرين، وده مظبوط تمام. التكست بلوك الاول هناخد تكست بلوك دي نحطها في الاليمنتس ونديها هنا جرين. اخر حاجه الابر تكست كنترول سي ونرمي دي هنا كنترول في وناخد دي هنا كده. نفس القصه هناخد دي تحت المات وناخد الباسس وندبليكيت المات وناخدها هنا تمام. هتبقى دي لوما مات لان انا اللوما بتقوم جايبالي الحاجه مكان الابيض والاسود يبقى شفاف، والتكست هتبقى برضو لوما مات. يبقى انا كده قطعت ابر تكست في غلطه. كده في غلطه الابر تكست دي ما هي دي ولا هي عشان لونها اسود. عشان الناس انا عزلت كده هي عشان لونها اسود فعملت. تمام كده عزلنا كل حاجه. نشيل بقى الكومبس دي انا مش محتاجها في حاجه دلوقتي، ونشوف احنا هنلمهم ازاي في الكومب الاساسيه. الكومب الاساسيه بقى اللي هي انهي واحده اللي هي داتا كومب تمام، وانا سميتها داتا لسبب. لو فتحنا الداتا كومب دي هي دي بقى اللي فيها بالبلدي كده زي ما بنقول البهارين. اولا بلو ستروك ده انا ما اعرفش اللي جابه هنا، ما علينا. بص بقى جاي لك مين؟ جاي لك الكاميرا وجاي اللايتس، جاي الاثنين نال اوبجكت اللي احنا حطيناهم اهم، وجاي لنا الاوبجكت اللي متحرك من ورا لقدام لو شفناه اللي هو اهو اللي هو ده تمام. وجاي لي بعد كده الباصص دي انا مش عايزها، انا دي يهمني فيها الكاميرا والنالز واللايتس. طيب نرص بقى، نفتح elements comp. الاول هقول له الجراوند عشان شايفين ادي الجراوند. بعد الجراوند نحط التكست بلوك. بعد التكست بلوك نحط الابر تكست، وبعدين اللور تكست تبقى تحتها تمام، وبعدين لوما تكس كله اللي يبقى فوق بقى، وريد ستروك والبلو ستروك وبس. كده احنا جمعنا الكومب، بس هي الصوره جايه تمام، بس كل حته لوحدها طب ده جميل قوي. طب نظبط الاول النال. اولا الاثنين نال دول سينما باي ديفولت بيطلع لهم كي فريمات، ليه ما اعرفش. عموما هعمل يو كل دي كي فريمات على الاثنين نال،
طبعا انت عامل يو كليك على كل دول واسحب زي البراش كده زي الفرشة. انا مش عايزهم، هم دول بس مهمتهم انهم يعرفوني المكان ده فين. بس زي ما احنا شايفين هم اصلا جايين لافين غلط، يعني لو خدنا بالنا هم لافين غلط. فانا هضغط ار اجيب الروتيشن واروح لاكس روتيشن والفها سالب 90 كده فوق الاكس بالظبط. اما البول ده برضو ار وهاجي على الروتيشن والفه سالب 90 ده تحت الاكس بالظبط. تمام كده. اما اللايتنج ده هجيب ار هو انا ما عملتلوش اصلا يعني اصلا. وانا المفروض ان انا ما عملتلوش انيميشن على الروتيشن اصلا. هو الانيميشن بتاعه بوزيشن بالظبط، ما كانش فيه انيميشن على الروتيشن. فسهل، فالانيميشن اللي انت عارف ان ملوش لازم اشيله، هو كان جايب جي فريم شيل. تمام. افتكر اكس روتيشن برضه هيبقى سالب 90 وكده. يبقى احنا ظبطنا كل الداتا اللي جاي. اللايتس اهي، اللايتس واخده كي فريمات برضو. تمام برضو هتتشال، كل ده يتشال. ونخلي بالنا ان اللايتس بتبقى جايه بنفس الانتنسيتي اللي انت عاملها بيها في سينما. تمام. هنا ملهاش اي لازمه الا في حالات هنتكلم عليها دلوقتي. كده احنا جهزنا الاليمنتس وظبطناها. تمام. نبدأ في المحاضرة اللي جاية نتكلم على البوست برودكشن والحاجات اللي هنضيفها من الافتر افكتس.